كانوا في الصدر الأول يكرهون الأسئلة بل يمنعون الأسئلة التي جاء النهي عنها من الأغلوطات وعضل المسائل التي يقصد منها إظهار التعالم أو إعجاز أو تعجيز المسؤول، هذا لا يجوز بحال، هذا خلل في القصد، خلل في النية. ثم جرى على ذلك الصدر الأول إذا سئل الواحد منهم قال هل وقعت هذه المسألة ولا ما وقعت، فإن قال واقعة اجتهد أو دفع السؤال إلى غيره، وإن كانت المسألة غير واقعة قال اذهب حتى تقع ثم بعد ذلك نتكلف لك الجواب، نتجشم لك الجواب. والآن نسمع من يسأل فلا نسمع في كلامه الله أعلم، بل نسمع بعض من يجيب قبل أن يتم السؤال، وقد يقع خلل في الجواب بسبب ذلك. وكثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت، وقد يكون من فوائد هذا السكوت تربية لمن يتولى الأمر بعده بالتوقيع عن الله جل وعلا أن يتريث ويسكت ويتأمل السؤال وينظر في الجواب ويستفهم ويستفصل من السائل ليكون الجواب مطابقا للسؤال.